بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم أنا ماسك المقدمة عشان ما نبغى بتال يعرف أنا موضوع. شو عندنا اليوم؟ اليوم عندنا أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بكون بقناة خاص صغير لها متواجدين عندي بقالة. نبغى بتال راح يشتري خبز ما نبيه يدري عن الموضوع. يا سلام. أيوة. اليوم نبغى نسوي للعيال كبسة بلحم الخيل. طبعا هنا بسوي فيه مقلب لحم الخيل. انا فضلت اني اشاورهم على الجروب واسالهم يبون هدام ولا كبسه. كبسه ممكن انهم يكشفونها. قلت لهم ايش رايكم بالهدام يسوي لنا هلال وانا اسوي لكم الرز برا؟ قالوا مره تم. قلت خلاص ازهلوا الوضع عندي. بس ما قلت لهم اللحم. لا ما قلت لهم. لا قلت بجيب لحم بعرين. اي حلو. فالحين باخذ الاغراض من البقاله ومن حق الخضار طبعا على طلب هلال. وبعدها نروح نقصص اللحم. خليكم معنا. السلام عليكم. نقصص الحين اللحم. انتبه انتبه اليد. عنوان لا يدري بتال عن الامر لانه لو درى انك بعفشن عرفتم؟ بسم الله. يا سلام ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا الشباب اللي هنا. هنا الشباب اللي هنا. هل سيارت من ذي؟ خلنا عمليه فلاح. فين انت رايح؟ مع السلامة مع السلامة. هلا يا هلال. ما شاء الله الشباب مرتبين ومنظمين ومنظمين الامور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما تحلامكم شبت النار انت من عصر تقول لي ابشر. السلام عليكم. هذا النار. يا مرحبا. شلونك؟ شلون بندر جايب اشجار الزيتون. يا ويلي يا ويلي منك. لا لا ما هو هنا على الدرب يا ابن حلال. هذه نقتنا. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا انا مودي هذا زياده لحم لان الضحايا كثروا كثروا الضحايا. هذا الحلال الحين للغرفه. يا سلام سلم. شوفوا كيف شوفوا كيف الشغل. كيف حالك يا هلال؟ الحمد لله. اسمع. نعم. لازم شوي حرارة. كم حطيت؟ شوف علي شوف. شوف الحين ما هو مستوي طيب. ايوه هذا علي نقول له كله ده خلاص. يقول بس ان. دول مية كيف؟ طفي. في فلفل. كم فلفل؟ فلفل ممكن 8 هبة. قص قص. لا ما يقص. لا ما يقص. خلاص خلاص خلي خلي خلاص خلي خلي. يا سلام يا سلام يا زين عيشتك يا هلال. اهم شيء اهم شيء يا هلال انك اليوم بتزبطنا مع الشباب. لحم تقطيع كويس صح؟ كويس ان شاء الله. 100 100. ها ان شاء الله يجي 100 100. ان شاء الله 100 100. ان شاء الله انت معلوم بعدين يجي 100 100. انا بعدين الحق ما غير حق ان شاء الله. ها هذا شويه بجدر. كمون كمون. ها وركب هذا في صحن. ايوه على قدر. ايوه ونار شويه بعدين. اه بعدين انا شوف كيف. يا سلام عليك يا سلام. بعدين انا ايجي. يا سلام عليك. يلا قفل قفل. لا غلط. ايوه الله يخليك ما انت بسيط. طبعا هذا ترى نظيف يا جماعه بس عشان المويه عندنا مو حلو. لا هذا هو مويه مويه مو حلو. ايوه انا معلومي. انا كلام نفر عشان نظيف هذا ما في. طيب انا خلاص انا اركب مويه وماشي. ايوه 100 100 اخر. يا سلام عليك. خلاص خلاص قفل 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 قوي قوي. ايوه يلا خلاص حط هذا بس حديد. اي
خلاص حط حديد فوق. انا ركل هنا ركل. لا هناك هناك. كذا. خلي احسن احسن ورا ورا. انا. ايوه. خلاص يمشي يلا. بس خلاص؟ يمشي خلاص. ما في زيادة؟ خلنا نتأكد. اي. بيبي. ما في زيادة. اثنين ثلاث حرب خمس. هذه الثانية. وش هذا؟ الرجال من يوم هني أنت مشتري. 24 25 لا أنا بالسيارة جيبي يا ولد. 46 لا ممدوح ها؟ عنهم كلهم. والله. ما عليهم، ما اقدر اروح اسوي الفن الفن. مرحبا. هالليلة بلي، بس تصوير بلي، ما عمر صار فيلم بلي. بلا؟ بروح الغليم ذا بوديه لامه، عندي مدرسة. تحت بلي جوز. وش رايكم بالعشاء؟ والله يا انت تخبر. شوف العشاء زين. سعد خبر انا والله مع البطنيه والله البطنيه عندي والله العشاء زين بس انا شك والله والله طيب بس ها والله طيب بس لحم حق ايش لحم خير والله اني عارف هذا عارف والله هذا من وين جاء لا والله ما ادري والله ما ادري الحين يوم سال والله ما ادري وانا يطري علي الاحمر والله ما ادري ولا حد يدري ولا حد يدري والله شفت هذا احمد خير والحين عاد بعلم الشباب صدم عيشة والله صدم عيشتهم رامي بينجل تقعد تستفرق خلها بكره والله ما خليها بكره خليها بعد شوي بالله اللي اذا جو بيسرون علمهم اللي جاء كل واحد جاب يسري علمه عشان ما ادري اخرب الجلسه ليه تخرب الجلسه يسري خل على وجه ليه ليه بيستفرغون يعني يمكن لا لا ما لا ما عليك وعليك الوضع زين ام رامي ها عزم بيحاول وانا الشباب هذول ما حد هنا يدقون بلوت دقوا ستارت يا شباب شباب دقوا ستارت وطالعوا فيه بالله اي دقوا ستارت طالعوا فيه كيف انطباعكم عن طعم العشاء وطبخ هلال ما شاء الله والله فنان والله فنان ها اقول لا ما اقول في شيء ها الشيخ هذا والعشاء ما رد بشيء ما شاء الله عليك كيف ابو بندر ها كيف امجد ها بالله كيف خالد فنان بس ما في زي المورقي بالله المورقي الحقيقي انا الحين انا ارفعكم وانت تنزلون في سكنبك تسهلون ما تقولون بك 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 ها ها هذه خيول هذا لحم خيل هذا لحم خيل اللي تعشيت اليوم والله لحم خيل اللي تعشيت اليوم كيف الطعم والله كايف طبعا هذا ما عجب الوضع الشيخ نواف ايش رايك باللحم اللي اليوم والله طيب ممتاز فنان بغيت اسهل شعر يعني تسمعنا الحين يا منتك لا اعرفه اليوم العشاء لحم خيل اعرفه ها تدري انه لحم خيل وش انا لما كيف درت انه لحم خيل اول شيء ها اول شيء في فرق بين بركته ايه يا سلام وزفره وايد يا سلام ثاني شيء لو انك طابخ او يشبه لحمة الحاجة قريب مثلا ايوه لو انك طابخ لحمة الحاجة كان فيه سلام وفي سلام حاطين سلام لا في فرق هذا زيت الزيت ها هذا حط له زيت احنا حاطين سلام هذه الثلاثة اللي انا شفته وعرفت يا سلام عليك نواف يموت لو ما يتسلم نواف في فراسة هذه فراسة اسمع المشكلة ان كل اللي قالها والله ما توحني لحم خير يا اخي للصاب انت يا اخي للصاب قسم بالله للصاب عندي اللي يسلك لك والله للصاب والله انك للصاب والله انك للصاب انك ما تدري والله ما ادري شوف ما ادري شوف والله اني ما ادري شنو شنو والله انك كثر الله خيرك هذا غريب علي ذا وش ترى ما شاء الله خويلد
ولد شاري ما شاء الله. أول مرة القلبوني نايم. طبعاً أنا ترى والله إني جاي أشيك على الضعيفة ذي، تعبانة وفيها إسهال، الله يكرمكم. والوضع خطير، غير أشوف لها دبلها بكرة إن شاء الله. طبعا هذا مع الشياع، مع الشياع يزيد. وإلى هنا وصل نهاية هذا الفيديو، لا تنسوا لايك اشتراك جرس تنبيه عشان يصلكم كل شيء جديد، نراكم لقاء آخر إن شاء الله. طبعا حنا مبخر تشوفون هذا بخور، بالتالي يقول ما صورنا فلق. كيف ما صورنا فلق يا بتاع؟ أنت تدري فلق اليوم عن إيش؟ عن إيش؟ الطبخ. طبخ وشو؟ طبخ هذا. اللي هو الطبخ. الطبخة. طب أنت تدري وش أكلت اليوم؟ لحم. لحم وش؟ تأكد. لحم خيل. لحم خيل. وحنا ما علمناه زي ما قلنا لكم قبل الفيديو، عشان ايش؟ عشان ما يروح على طول يعلمه، الله يفجرها قدامه. لا حا لا حا البرجر.